استثارتني كلمة قالها طالب الشهيد الأخ جواد حينما قال في الفيلم المصري جاز لن أتبعك لن أحبك. وأعتقد أن هذا حال كل إنسان شريف كريم عزيز. ليس من الشروط أن يكون قويا حتى وإن كان ضعيفا، ضعيف البنية وضعيف القدرات، ولكن لديه جسم، لديه كرامة، لديه إرادة، لابد أن يكون لم تكن أنت ابنك. أنتم تعرفون بأن المشكلة بين هذا الشعب وبين السلطة واضحة تماما، إلى درجة أو إلى الدرجة التي لم نجد أحدا من يراقب الوضع في البحرين بدأ يدوب أو يعاتب إلا من يقبل من نفسه أن يكون إما أو أن يكون في جانب الجوي أو الظلمي أو الحي. أما المصريين لا نجد منهم أحدا يعاتب شعب البحرين على ما هو عليه. السلطة تعرف تماما بأن الدماء التي سالت لأبناء شعبها لا تختلف تماما عن قلب إنسان يلقى جثة فقد حياته في بيته دون أن تقتله السلطة. ذاك إنسان وهذا إنسان، لماذا تهرب أجهزة البحث الجنائي وتصل إلى المكان تدقق ما إذا كانت هناك شبهة في فقدان للحياة أو مات طبيعي؟ أنا أمر قديم، ليلة البارحة كان معاً الله بصص إلى إسلام خاص بدعوة أو بزنس وجود شخص تحت لا أعرف لا نعم كلها على سبيل الحكاية وليس على سبيل الحقيقة. لأنني لا أعرف خلفية فقدانها للحياة، تواجدوها، حضروا، دققوا، خرج بعض العالم كل العالم ومنهم شعب البحرين يعرف تماما بأنك إذا أردت أن تقول أنا لي سلطة أو دولة وفيها استطلاعات وتحكم هذه المساحة الجغرافية فإن عليك مسؤولية الحفاظ على الدم والمال والعرض والممال وتوفير الحق لكل فرد اتفق معك أو اختلف إلى أن يرتكب جرما يهدد أهل المجتمع. البحرين مسؤولة عن سلامة كل فرد الذي يصفق لها أو الذي يتقي بها، وذلك ليس إكراما من السلطة، هذا نصبا عليها لأن هذا أمرا عقدا طبيعيا كل من يتصدى للحكم في جمهورية أو مملكة أو ولايات أو سلطنة أو حكم ذاتي أو كونفدرالية أو في فدرالية أو في دولة أو في مجموعة إمارات، كل من للإنسان حق في أن يأمن على سلامه.
ومن هذه الأمور أن تحتفظ السلطان بكل الأدلة التي تدل على قوة أي جريمة تحصل في هذه المساحة الجغرافية. يوم أمس كنت أقرأ تقريرا صدر من المفوضية الخاصة بمفوضية متابعة ورعاية حقوق السجناء والمحتجزين، وذكر رئيسها السيد نواف المعاون بأن هناك مبادئ أو غياب سجلات توقيف عن حالات يتعرض لها الموقوف. لدينا عدد من القضايا ذكر أهل الضحايا بأنهم ذهبوا للمستشفى وطلبوا بالحصول على هذه الوفاة فلم يلقوها. المشكلة واضحة جدا بأن هناك جريمة تقع وهناك مجرم قام بهذه الجريمة وهناك ضحية. إذا كانت السلطة طرف المحاكمة لا علاقة لها بهذا المرض، ما الفائدة التي تجنيها تجاهل التحقيق ابتداء، أو ما الفائدة التي تجنيها من خلال إخفاء الأدلة، أو ما الفائدة التي تجنيها من خلال تجاهل هذه شعباؤها؟ ليس خمسة، ليس عشرة، ليس ثلاثة. قد تخطئ في تقييم موقف السلطة في عدد محدود لأنك أسأت أو لم تصلك المعلومات الدقيقة. بس إذا تكررت هذه الأمور بالعشرات بالعكس يصبح هذا السلوك برهانا يدلل على أن السلطة تشعر بأنها متهمة. ومن الصعب جدا أن نجد سلطة تجد نفسها متهمة تحاسب نفسها. إذا كانت السلطة تعتبر أن عمليات القتل أو التعذيب أو السرقات أو الإذاء أو الانتهاكات أو الاعتداءات أو كل شيء هو ليس جزءا من سياستها، إذا هناك فارق. فعلى السلطة أن تتابع وتحاسب وتراقب وتمسك وتراقب. لا أستطيع أن أقول أنها ليست قادرة على ذلك لأنها تلاحق وتحاسب وتراقب شعبا بأكمله وموجود أبناؤها في السجون بدعوى أنهم يخالفون القانون. إذا خالف أبناؤنا القانون وأودعوا في السجون ماذا تقول السلطات؟ هل هؤلاء لن يخالف القانون؟ إذا كانت تمتلك السلطة قول أن القتل لم يخالف القانون فليقولوها وليريحونا وليريح الضغط الدولي الذي ربما لا يعرف الكثير منكم بأنهم يكررون هذا الأمر. عليهم بمحاسبة القتل أو موقف إفلات من اللقاء. هل تعرفون لماذا يكون هذا الكلام؟ ليس لأنهم أعداء القتل، ربما لا يعرفون أعداء القتل، ولكنهم يعرفون الشيء الواحد، بأن كل من فقد ثلث كبد أو ابن أو زوجة أو أبا إذا لم يتحقق العدل لن يقف الله
يحفظها ولهذا يعتبرون انه لا تشد شعور بالتامين على المعنى ولان السلطه تشعر بانها متهمه لا تستطيع ان تحاسب ولكن اذا سمعت كلمه بانها لن اتنازل عن ابني فليعلم ان يقولها ابن ايضا شعر بالرحمن لان شعر بالرحمن لم يتنازل عن دماء الشهداء الا بدماء الشهداء الا املكه حتى نتنازل عنها بل ان كرامتنا وعزتنا لا تملكها لان كرامتنا وعزتنا من كرامه الله وعزته وإذا قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين عرفت أن أفصل نفسي إن كنت أدعي بأنني من تلك العزة علي أن لا أتنازل عن كرامتي عن عزتي وليفعل ما شاء إذا كنا لا نستطيع فعل شيء اليوم فإن هؤلاء الصغار سيأتي يوما سيتمكنون من ذلك إذا كنتم نعابة الشرطان لا تجدون طريقة معقدة لكم اليوم لتصلوا إلى منصة العدالة التي تأتي بالقاتل هذه المنصة تحت الإنشاف وربما لا يكون مقدما أو بعد غدا ولكن عندما الإرادة كاملة في قلوبكم في إرادتكم الله معنا بسم الله الذي ينهي ترحمنا القاتل والآمن والسابق والمدافع عنه والمسؤول عنه